هرجع لحضرتك فيه وبرضه هتكلم على نقاط متعلقة بالدفاع والأمن القومي ازاي نقدر نفرضها كمان في هذا القانون. سيادة النائب، انا في رأيي ان هذه المشكلة مشكلة متشابكة ولها اسباب كثيرة. اول سبب احنا الاستاذنا الفاضل استاذ الاداره المحليه قال لك تطبيق اللامركزيه الماده 176 من الدستور ده استحقاق دستوري، لابد ماده 176 من الدستور بتقول بالنص تطبيق اللامركزيه في خلال 5 سنوات من يعني اصدار، عارفه نهايتها امتى؟ من اصدار دستور 2014 نهايتها 19/1/2019. احنا 19 اللي بيطبق دي من ضمن عدد يعني احنا المفروض على يناير الجاي نبقى طبقنا اللامركزية. اديني فرصة حضرتك، قانون حسب الدستور تطبيق اللامركزية استحقاق دستوري حسب المادة 176 من الدستور اللي بتقول لابد من تطبيق اللامركزية بعد 5 سنوات من اصدار قانون، من في خلال الخمس، في خلال 5 سنوات من دستور 2014. صحيح. يبقى احنا عندنا استحقاق دستوري في سنة 2019 في شهر 1 لابد أن تطبق اللامركزية. طب اللامركزية ديت فايدتها إيه؟ زي ما قال أستاذنا الفاضل إن بيبقى للمحافظين السلطة الكاملة في الرقابة، في بيبقى رقابة إدارية ورقابة مالية وولاية، ولاية المحافظ بتبقى على جميع المصالح اللي موجودة كلها في المحافظة بالكامل بما فيها الصحة والتعليم والمرور والصرف ده. شوفي حضرتك ما يقدرش المحافظ، عندنا مثلا شركه المياه والصرف الصحي، لو في مشكله في المياه والصرف الصحي المحافظ ينبه فقط، لا يستطيع ان ياخذ اجراء، لا يستطيع ان يصدر منه عقوبه. كل الكلام ده كله بالكامل، ده اول حاجه ان احنا ما طبقناش اللامركزيه، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا للاسف الشديد احنا عبارة عن جهتين رقابيتين موجودين في الدولة، مجلس النواب اللي هو تشريعي رقابي، وهناك المجالس المحلية اللي هي النص الثاني لمجلس النواب اللي هيكمل مجلس النواب في عمله. المفروض اللي بيغذيكوا بالعمل، اللي بيغذينا، اللي بيغذينا احنا بنشرع وبنراقب ولدينا ادوات رقابية كثيرة، ومجلس المحلي هو اللي بيكمل كل الموضوع كله بكامل. والمدخلات هو اللي بيشتغلوا هم عليها جايه من المجالس المحليه، المشاكل ايه واللي احنا لما تعبنا في مشروع قانون الاداره المحليه الجديد وعملنا فيه مواد كويسه جدا، والناس كل للاسف الشديد ما زال يعني معظم المسؤولين بيخلطوا ما بين قانون الاداره المحليه وانتخاب المحليات. انا عايز دايما اقول يا جماعه قانون الاداره المحليه لا يعني انتخاب المحليات، قانون الإدارة المحلية يحتوي بداخله على مواد. أنا بتعامل بقانون من سنة 79، يعني سنة 79 دي إمتى؟ بقالها كم سنة؟ أنا عندي مشروع قانون جديد معد، قانون محترم به 156 أو 160 وكيل لجنة الإدارة المحلية، 160 يعني 160 مادة في هذا القانون، ما فيش مواد انتخاب فيها إلا 6 مواد أو 7 مواد، وباقي ال 150 مادة بالكامل تهتم بجميع نواحي المجتمع كله بالكامل لخدمة المواطن. لما نيجي نقول فيه هتخدم المواطن ازاي يا سيادة؟ خدمة المواطن قول لي بشكل مباشر هتخدم المواطن ازاي؟ أول حاجة المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها مشكلة العشوائيات والوسائل الغير مقننة في المجتمع. منها العشوائيات الكثيرة، ليست عشوائيات فقط التوك توك فقط، بس ولا عشوائيات المباني بس والتعدي على املاك الدوله، وعشوائيات التوك توك وعشوائيات التمنه وعشوائيات. لما امشي يا فندم في الشارع والاقي العربيات تحت مجموعه عمارات راكنه صف تاني وتالت، والسياس واقفين والدنيا هرتله حضرتك والشارع بيحصل اختناق مروري من اوله. بنتكلم في هذا الموضوع بطريقه محدوده، بنتكلم ان عطلنا السير، وبنتكلم ان لا ده في كمان. احنا مصر دوله حضاريه، مصر دولة من الدول الحضارية المحترمة، احنا أثرنا وغيرنا الوجهة الحضارية لمصر. حضرتك لما تشوفي شوارع القاهرة الكبرى وتشوفي أهم شوارع مصر والزحام اللي فيها والمناطق والمواقف العشوائية اللي فيها والساحات الانتظار اللي بدون تخطيط وبدون توجيه وبدون تقنين، كل ده كله بيأثر في الوجهة الحضارية للبلد. احنا ما ننساش ان مصر لابد ان احنا نحافظ على حضاراتها، نحافظ على المنظر الحضاري بتاعها. ما ينفعش ان احنا كل حاجه تبقى عندنا غير مقننه، كل حاجه عندنا تبقى عشوائيه. لابد من مقاومه هذه العشوائيات. زي ما الرئيس اتجه لمقاومه العشوائيات اللي موجوده في المباني والناس اللي كانت بتسكن، الناس اللي كانت بتسكن في احضان المقابر واللي كانت بتسكن في اماكن لا تتناسب مع كرامه الانسان المصري
ولا تتناسب مع قيمه الانسان المصري. احنا ما نبصش لزاويه واحده ان احنا نعمل نكافح العشوائيات في المباني فقط. لابد ان نكافح كل ما هو غير مقنن. طيب في الدوله على ارض الواقع بقى واحده على ارض الواقع بقى النقاط اللي ذكرها دكتور حمدي ولسه هيستكملها كمان سياده النائب المصري. نبدا بالمواقف العشوائيه وجواها موضوع التوك توك. نعم دول يا فندم قانون الإدارة المحلية هيعالجهم إزاي؟ هيعالجهم أنا كمواطن مش فاهم قوانين بس اللي فاهمه أنه حرام أمشي في الشارع ألاقي هذا الكم من التكاتك اللي رايح جاي مواقف عشوائية زحمة واختناق مروري طول الوقت. يا فندم احنا لقينا توك توك في ظبطنا توك توك في مصر الجديده في ميدان الاسماعيليه فخلاص وعلى كوبري قصر النيل. بص حضرتك وعلى كوبري قصر النيل هنتكلم في مشكله على كوبري او على كوبري قصر النيل. احنا عاملين المكان اللي واقف الناس السياح اللي معاك. احنا اللي حركنا كلجنه اداره محليه داخل المجلس احنا اللي حركنا موضوع التوك توك وعدم تقنين موضوع التوك توك. هو التوك توك اللي موجود في مصر دلوقتي اللي موجود عندنا على مستوى الجمهوريه 2,900,000 توك توك. احنا ما نقدرش بص حضرتك احنا ما نقدرش ان احنا نقول ان احنا نلغي زي ما كان في حلقه قبل كده معايا زميل قال لك ان انا عايز انام الصبح ما لقاش ولا توك توك. لا لا ده كلام هو ده دكتور كلام حمدي بشكل علمي جدا وضح فوائد التوك توك عشان نعددها في نقاط واضحه. بس عايز احدده بقى واظبطه عشان نعددها في نقاط واضحه وقننه. جريمه التوك توك لا تلتصق بجسم التوك توك ده رقم واحد. بمعنى ان الجريمه اللي مرتبطه بالتوك توك مرتبطه ببني يقود التوك توك. مين اللي بيقود التوك توك؟ للاسف الشديد لحد دلوقتي التوك توك بيقوده سن ال 11 سنه وسن ال 12 سنه. صح. ادى ذلك الى البلطجه والارهاب والخطف والسرقه وتجاره المخدرات والقتل في داخل التوك توك نفسه. للاسف الشديد اول حاجه لابد ان تقنن لابد الحاجتين ما اقولش ان انا ده الكلام ده احنا متبنيينه في الاداره المحليه. التوك توك يقنن لابد انا ما فيش تبقى ماشيه قدامي اله كلهم شكل بعض. في محافظات كلها سودة في محافظات كلها خضراء في محافظات كلها صفراء. لو انا عايز اثبت جريمه على اي توك توك قدامي ما بقدرش امسكه. طيب انا دلوقتي فاهم احيانا بيلصق. نعم انا عايزه حاجتين دلوقتي. عايزه التوك توك ده يتقنن ويتسجل ويترخص ويبقى ليه رقم وعايزه اخد منه ضريبه برضه. طبعا قرار السيد احنا هتطبق دول ازاي؟ لا لابد ان احنا اتحسب الضريبه تقديريه يا فندم ليهم؟ طبعا احنا التوك توك بيرخص ما بين 500 الى 600 جنيه يعني تكلفه ترخيصه ما بين 500 بس انا عشان ارخصه خلينا نكون واقعيين يعني 3 مليون عشان ارخص 500 جنيه كام تقريبا؟ انا 10 مليار جنيه في 3 مليار جنيه للاسف حضرتك عشان ارخص التوك توك مفيش وسائل تسهيل لترخيص التوك توك. انا بوقف لجان مرور داخل الشارع اللي يتمسك يقول له روح رخص. انا مش عايز كده. طيب هل انا عايز مع دكتور حمدي في ضروره عايز اعمل نظام ما تديني بس فرصه حضرتك كمان. انا عايز اعمل نظام عشان احنا يعني نقدر نعالج مشكله لابد لها من اساسيات وتخطيط وتوجيه محترم ومتقن. ماشي انا عشان اقول انهي تقنين التوك توك ده اللي ماشي في الشارع وارخصه لابد زي ما قال استاذنا الفاضل لابد ان احنا ندي فرصه للشركات الخاصه ان هي تدخل والكلام ده متبع في دول الخليج الدول محترمه صحيح بس احنا كمصريين اللي علمناهم ازاي يشتغلوا في الحاجات ديت. احنا ما بنقولش شركه كده وخلاص شركه ترخص موجود فيها ممثل المرور وموجود فيها مهندس فني بيفحص ويعمل لكن بيؤدي لايه؟ لتسهيل اجراءات الترخيص. احنا عندنا كل مشكله غير مقننه وراءها طابور و100 الف حاجه من التعقيدات والروتين اللي بتعطل الترخيص. ليه كل مركز ما يخصصش مكان ساحه مثلا دلوقتي قبل ما نعمل الشركات انا ما اقولش كل التكاتك دي بالكامل تروح مره واحده ترخص في مرور. انا عندي 3 مليون توك توك عايز مكان محدد داخل هذه المراكز ويجي مهندس فني ويجي ضابط مرور ولا امين شرطه واحد بيفحص واحد بيقول بيشوف الشروط بيسجل الاجراءات وبيسجل الاجراءات ودفع الرسوم اللي هي لابد ان تعود الى خزينه الدوله حتى نوجهها زي ما حضرتك قلتي لكاميرات نوجهها لزوات الدخل المحدود. احنا النهارده لما بنقول عايزين نعالج مشكله ماليه في الدوله وعندنا 100,000 مصدر ان احنا نجيب منه فلوس منها هذه الوسائل غير مقننه. يعني وسائل غير مقننه لما دي تجيب 3 مليار ودي تجيب 7 مليار
والوضع اليد على املاك الدوله مش عارف يجيب 300 مليار وده يجيب كام؟ فين 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 الوسائل دي عشان نجمع هذه الرؤوس الاعمال كلها بالكامل ونوجهها التوجيه السليم في الدوله؟ طيب. ده اول حاجه التعقيد لابد ان احنا نسهله. هو طيب. ممكن بس واحنا في اول حاجه ارجع لدكتور حمدي اساله.